هذا الفيلم عجبني بزاف منين قريت السيناريو، لانه تعالج بزاف ديال المواضيع اللي حنا ما كنبغيوش نهضروا عليهم. حنا بصح كاين عندنا الترافيك دوكان، كاين عندنا الناس اللي كيكريو دراري صغار، كنشوفهم في لي فيروج، وكنشوفوا هذا المشكل سورتو ديال الدراري الصغار ولا بيدوفيلي، وهادشي كامل كاين. يعني الواحد ملي خصو يتفرج ما يبداش يقول ويلي حشومه علاش، هادشي كاين. حنا كنحاولوا نوصلوا بطريقه فنيه كيف شافت كيف كتبات جهان بحار. نتمنى ان الفيلم يعجبكم. الدور ديالي كنلعب الدور ديال واحد الممرضه في واحد لوبيتال، اللي هي كتكتشف ان واحد من لي ميدسان اللي كاينين في هذاك لوبيتال كيدير ترافيك دورغان، وتا هي غطمع. ونخليكم تشوفوا الفيلم، لينا ما يمكنليش نعاود كل شيء. وهذا الفيلم اللي زوين انه كيعالج بزاف ديال القضايا على لا بيدوفيلي، لو ترافيك دورغان بيان سور، الاستغلال ديال الدراري الصغار، الفقر، الناس المهمشه، اي بيان سور كاينين تخواز استوار دامور. الحمد لله مشيت لكازا، تيقولوا بلا ما خاصك تريزيرفي لا في باش بوغ افوار باش الواحد يلقى بلاصه. هادشي كيفرح ان نشوفوا المغاربه تيبغيو الافلام المغربيه. الحمد لله هاد لي ديرنيغ زاني راكم شفتيو كلشي، الحمد لله. اليوم جينا لمدينه مراكش اننا نديروا لافون بروميير ديال الفيلم بعد ما درناه في مدينه الدار البيضاء. الفيلم بشكل عام على الهامش هو قصه ديال شخصيات مهمشه في المجتمع، كيتم الحكي ديالها من خلال ثلاث ازواج، عزيز داداس ومجدولين ادريسي، عبد الطيف شوقي وفاطمة زهرة بن ناصر، خليل وبعقة وهند بن جبارة. هي قصة كتدور في العالم ديال التجارة بالأعضاء، وفي نفس الوقت فيها بزاف المواضيع، المنظومة الصحية بالمغرب، البيدوفيليا، علاقات الحب ما بين الناس والأنواع ديالها. الفيلم كيحكي على قصص، ثلاث قصص حب اللي شخصياتها كتعيش على هامش المجتمع واللي كيتقاطعوا المصائر ديالهم بشكل غير متوقع. اليوم كنعرضوه في مدينة مراكش بحضور طاقم الفيلم، و يعني هي تجربة دائما فريدة انك تلاقى بالجمهور مباشرة، وكيف الحمد لله كنشوف بان الجمهور جاي متشوق للفيلم. كنتمنى انه يعجبه، كنتمنى انه من بعد يفتح نقاش على مواضيع اللي مهمة في الفيلم، واننا ما نوقفوش عند المشاهد اللي تقدر تصدمهم غير وكيظنوا انها مجانيه، وانما حتى شي حاجه ما توظفت في الفيلم بطريقه مجانيه. والتفاعل مزيان لحد الان، زعما اللي كنشوفوا في لا بروميير سيمين ديال اللي تعرض فيه، دابا حنايا في لا دوزيام داخلين ليها، دونك تفاعل كبير بزاف وجميل. ويعني هادشي اللي كنتمناه اي سينمائي ملي كيشتغل على فيلم، انه يتلقى ان الفيلم يتلقى بالجمهور ديالو.